أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. بيبدأ الفيلم برومانيا بسنة 2004 مع الأب دوميترو ومجموعة من الراهبات، وبيكونوا عم ينقلوا بنت ممسوسة اللي هي الأخت أدلينا، واللي بتكون مقيدة وبيأخذوها على الكنيسة وبيعملوا لها عملية طرد الأرواح الشريرة بطريقة وحشية. وبعدها بتصرخ أدلينا بصوت عالي. بعدين منشوف تقرير بالأخبار وبيكونوا عم يقولوا فيه إنه أدلينا ماتت خلال عملية طرد الأرواح الشريرة، وبتحاول الصحفية نيكول رولينز تقنع محررة والعم فيل بأنها تبحث بهي القضية، بس بيحذرها أنه ما تخلي معتقداتها عن الدين أو موت إمها يأثر على شغلها. فبتسافر نيكول لتقابل الأب دوميترو، ولما بتصل لعنده على السجن بتبلش تسأله أسئلة، فبيخبرها الأب دوميترو أنه الشيطان كان بيعرف نواياهن، ونتيجة لهالشي صار عنف كتير على أدلينا، الشي اللي أجبرهن أنه يصلبوها، وبعدين أخدوها على الكنيسة ليخلوها تحس بقربة من الله قدر المستطاع. واستغرق الموضوع شوية وقت لحتى عرفوا اسم الشيطان يلي كان مستحوذ عليها، وبالأخير تم الكشف عنه وهو أجاريس. وبيقلها أنه بنهاية اليوم الثالث لاحظ أنه الشيطان بلش يستسلم، بس فجأة بيجي المطران جورنيك وبيأمرهم ليوقفوا عملية طرد الأرواح الشريرة، وبيحاول دوميترو يقنعه بأنه الشيطان بلش يتركها، بس المطران بيرفض يسمع، وبدل هالشي بيطلب الاتصال بالإسعاف. والشيطان بيكون عرف نواياهن وصراعهن ودمر كل شي عملوه لهديك اللحظة، وبيدعي إنه لو المطران ما تدخل وقتها كانت لساتها عايشة اليوم. وبتكون نيكول بدها تمشي، فبيمسك للأب إيدها وبيقلها إنه الرب خبره إنه هون للمساعدة. بعدها بتحضر الصحفية جنازة أدلينا، وبتلاحظ بنت عم تبكي على نعش أدلينا، فبتروح لعندها وبتعرفها على حالها وإنه هي صحفية، بس البنت بتقلها أنه بتتركها بحالة. بعدين بترجع نيكول على الدير مطرح ما كان موجود جسمان أدلينا، وبتصير تطلع عليها وفجأة الشمع بينطفى. بعدين بتنزل على أبو وبتلاحظ وجود بقع دم على الأرض، ولما بتلحق آثار الدم بتصل على حجرة وبتلاقي خطوط دم، وبتصل على الصليب يلي انصلبت عليه أدلينا، فبتصير تصوره. وفجأة بيطلع لها المطران وبيعصب وبيطلب منها أنه تروح فورا. بعدها بتروح نيكول على كنيسة قديمة وبتقابل الأب أنتون الكاهن المحلي، وبتطلب منه تسأله بعض الأسئلة، وبتعرف نيكول من أنتون أكتر على الأخت فادوفا وأخوها لأدلينا ستيفان، وبتقوله أنه الأخت فادوفا قالت أنه هنن ما قتلوها، وبتسأله إذا صار شي والكنيسة ما بدها تحكي عنه. وبيشجع أنتون لتقابل المطران وبيقلها أنه الدير تبع الأب دوميترو كانت تحت إشرافه. وتاني يوم بتروح لتقابل المطران وتسأله ليش الكنيسة ما دافعت عن اللي عمله الأب دوميترو، فبجاوبه وبيقلها أنه أدلينا ما كانت ممسوسة وأنه كانت مريضة عقلية، وبيخبرها أنه الأب دوميترو كان كاهن محتال وعمل جلسات طرد الأرواح الشريرة بشكل مفرط. وبعدها بترجع نيكول على الدير وبتفوت على غرفة أدلينا واللي بتكون مكركبة كتير، وبتلاقي صندوق جواته صور لأدلين، فبتحطه بشنتايتها وبتكون بدها تمشي. وفجأة بيظهر ولد على الشباك، فبتخاف نيكول كتير وبتهرب، ولما بتطلع لبرا بتشوف نفس الولد وبيكون واقف وكأنه عم ينصلب. وبالليل بترجع بتقابل أنتون ويلي بيخبرها عن المراحل المختلفة لعملية طرد الأرواح الشريرة، وبيقلها أنه المرحلة الأولى وهي أنه يعرفوا مين هو الشيطان لحتى يقدروا يطلعوه، والمرحلة الثانية هي التوقف ويلي بيكون فيها خوف شديد وارتباك بالإضافة للهلوسة، الضوضاء والروائح. المرحلة يلي بعدها اسمها كلاش، ويلي بيكون فيها طارد الأرواح بمواجهة مباشرة مع الشيطان، لأنه بيكون بده يبقى بالضحية كمقيم أو لازم يرجع للجحيم. والمرحلة الأخيرة هي التفجير، والشيطان بيرحل باسم المسيح لأنه تم التعرف عليه. فبتتساءل نيكول أنه ليش الشيطان قتل أدلينا، فبيقلها أنه الشيطان ما عاد يحتاجها وممكن ينقل الشر تبعه لحدا تاني، وبيقلها أنه الشياطين ممكن تنتقل عن طريق لمس الشخص الممسوس أو عن طريق ملامسة روح ضعيفة. وتاني يوم بتقابل نيكول الأخت فادوفا ويلي بترفض أنه تحكي معه، بس لما بتورجيها نيكول صورة إلها مع أدلينا فبتقلها فادوفا انه ما في شيء بنقدر نعمله. بعدها بيصل ستيفن وبتحاول نيكول تحكي معه، بس هو بيتجاهله وبيغادر مع فادوفا، وبنرجع بمشهد من الماضي وبنشوف فادوفا وبتكون فايته على غرفه ادلينا وجايبت لها اكل، وكانت ادلينا عم تصدر صوت غريب. وبعدين بتلاحظ انها ممسوسه، وبتمسك فادوفا من رقبتها وبترفعها بالهواء، وبيقلها الشيطان انه تغادر وبينفتح باب الغرفه لحاله. وبنرجع بمشهد من الماضي وبنشوف ادلينا وبتكون راجعه من المانيا، وبيكونوا أخواتها كتير مبسوطين برجعتها. وبعدها بيروحوا على الدير ليقابلوا الأب جابرييل، بس بيلاحظوا أنه بيكون واقف بأعلى البرج وبينط من فوق وبيموت على إيدين أدلينا. وبنرجع لنيكول وبتقلها فادوفا أنه الأب جابرييل كان مثل أبوهن، ووقت كان عندهم مناسبة وكانوا رايحين على القداس هي رفضت تروح، وبلشت الأمور تسوء أكتر وأكتر. وبيوم من الأيام بتكون أدلينا قاعدة بغرفتها عم تبكي، ولما تروح فادوفا لحتى تطمن عليها بتلاقيها ممسوسة وبيكون في عنكبوت عم يطلع من أنفها. ومننتقل لنيكول
يلي بتكون قاعدة مع أنطونيو وعم تحكي له كيف فقدت إيمانها بعد ما ماتت إمها. وأنطونيو بيصير يحذرها إنه هي ممكن تكون هدفه ضعيف لأنه ما بتآمن بالدين. ولما تكون راجعة على الفندق بتشوف بطريقة ولد لابس قناع مخيف، وبيلحقها وبيكون نفس الولد يلي شافته بالدير. وبتصير تسأل موظف الاستقبال عنه وبيقلها أنه هذا الولد يتيم واسمه تافيان. وبتقول للموظف أنه حكت مع هذا الولد قبل بمرة، بس بيأكد للموظف أنه هذا الشيء مستحيل لأنه بيكون الولد خلقان بدون لسان. وبالليل لما تكون نايمة وبتصحى على صوت باب الغرفة وهو عم ينفت، ولما تقوم لحتى تشوف بتظهر أدلينا فجأة، فبتخاف وبتسكر الباب فورا، وفجأة بتظهر لوراها مرة تانية. وباليوم التاني بتقرر تروح لعند الولد تافيان، ولما توصل بتلاقيه واقف على الشباك، بس فجأة بيهاجم السيارة كلب، وبعدها بيختفي تافيان فبتخاف كتير وبتهرب فورا. وبعدها منشوفها وهي عم تحكي مع فادوفا يلي بتقلها أنه أدلينا كانت بتحب شاب ألماني وبياخدها بعيد عن الكنيسة، بس علاقتهم انتهت بشكل غير متوقع ورجعت على الكنيسة وصارت تطلب من الله أنه يسامحها. وبتقلها أنه بليلة من الليالي كانوا نايمين بالغرفة وصارت أدلينا تتصرف بشكل غريب، فراحت لحتى تشوفها ورفعت الغطاء عنها وتفاجأت بكم كبير من الحشرات كان مغطي جسمها، وصارت هي والأخت لينا يملوا الغرفة بالماء المقدس. وفجأة بيلاحظوا أنه الشيطان سيطر عليها كلياً وبيقوم على التخت بشكل مرعب، فبيخافوا منها وبيهربوا. وبعدها بياخدوها لعند دكتور نفسي لحتى يفحصها وبيقولن أنه معها انفصام شخصية. وبتسألها نيكول إذا شاركت معهم بعملية طرد الأرواح، وبتقلها أنه ما شاركت بس كانت وقتها موجودة. وبتقلها أنه الشيطان صار ينزل مي مثل المطر ويستهزئ بالماء المقدس يلي معهم. وبعدها منشوف نيكول وهي بالحمام عم تسمع التسجيلات، وفجأة بينطفى الضوء وبتشوف خيال ورا البرداية، ولما بتفتح البرداية ما بتشوف أي شيء. وبعدها بتروح لعند الدكتورة فانر وبتاخدها على الجناح يلي عم تتعالج فيه أدلينا، وبتقلها أنه كانت القوة الشيطانية عم تحاول تقتلها. وبعدها بتستحضر رؤية أدلينا الشيطانية خلال الفحص. وبعدها لما تكون بطريقة على الفندق بتتعطل سيارتها بنص الطريق، وبتتصل بأنطونيو لحتى يجي يساعدها. وبالصدفة بتطلع على المراية وبتشوف فزاعة، وفجأة بيطلعوا إيدين من تحت وبيسحبوا رجليها، فبتخاف وبتهرب برا السيارة وبتروح باتجاه الحقل. وفجأة بتطلع الفزاعة بوشها فبتهرب وبترجع على الطريق، وبيكون وصل أنطونيو وبياخدها. وبسبب كل هالشي اللي صار مع نيكول بتقرر تترك هذا المكان وتمشي، وهي على الطريق بتشوف أشعة من ضوء الشمس ويلي بتعتقد أنه هذا الشي دلالة لشي معين. وعلى ما يبدو بيكون عم يقودها لمكان مقبرة، فبتروح وبتلاقي قبر الأب جابرييل وبتشوف أنه مات بنفس اليوم يلي ماتت أمها فيه. ومنفهم أنه الشيطان سيطر على أدلينا بعد ما قتل الأب جابرييل. فبترجع فوراً على الدير وبتشوف آخر عملية طرد أرواح للأب جابرييل ويلي بتكون للولد تافيان. فبتقابل أبوه لتافيان وبيقلها أنه تافيان جر جابرييل لحتى يعمل عملية طرد الأرواح، وبصير يسمع أصوات تأمره بقتل تافيان. وبتصير تقرب منه لحد ما تشوف كلمة أجاراس مكتوبة، وبعدها بتتصل فوراً بأنطونيو وبتقله أنه أجاراس انتقل من أبوه لتافيان للأب جابرييل، وبعد ما مات جابرييل انتقل لأدلينا. وبتصير بعدها تسمع أصوات شيطانية من التليفون وبينقطع الاتصال، وبعدها بيهاجم الشيطان نيكول. وبعد شوي بيكون وصل أنطونيو وبيكسر الباب وبيفوت وبيشوف نيكول وبتكون معلقة بالهواء بالمقلوب، وبصير يقرأ عليه ويحاول يطرد الشيطان منها، بس بيكون الشيطان متمكن منها. وبصير يطلب من نيكول أنه تآمن بالله لحتى تتخلص من الشيطان. وبيجي تافيان وأبوه بينزلوها وبصير أنطونيو يقرأ عليها، وبعدها بتصرخ نيكول بصوت عالي وبيطلع الشيطان من جسمها وبتغيب عن الوعي، وبيصير أنطونيو يصحيها. وفجأة بتصحى ومنشوف المطر نزل مرة تانية. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.